السلام عليكم ومرحبا بكم معايا من جديد على قناة شمس الحياة. كنتمنى يلقاكم فيديو اليوم وانتم بخير وبصحة جيدة وبأحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله وكيف ما شفتوا معايا في العنوان غنحضر معاكم بيتزا بدقيق القمح الكامل بطريقة اللي سهلة بزاف بلا دليك وبلا مجهود. كتجي رائعة ولذيذة بزاف، خفيفة ورطبة وصحية. ان شاء الله غتجربوها وتنال الاعجاب ديالكم لانها صراحه كتجي رائعه ولذيذه بزاف. وقبل ما نمشيو نشوفوا المكونات وطريقه التحضير كنتمنى ما تنساونيش من لي لايك لانهم هما اللي كيخليو الفيديو ديالنا يطلع ويوصل لاكبر عدد من الناس. واذا كنتو اول مره كتشوفوا القناه فمرحبا بكم، والى عجبكم المحتوى فما عليكم الا تشتركوا بالضغط على الزر الاحمر وفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. نبداو على بركة الله. اول حاجة غنبدا بها هي العجينة. عندي هنايا 4 الكؤوس من دقيق القمح الكامل، عندي معلقة ديال الملحة ومعلقة ديال الزعتر، ربع كأس من زيت الزيتون، معلقة كبيرة خميرة ديال الخبز، عندي هنا معلقة ديال السكر حبيبات، انا غنستعمل نستعمل السكر البني، وعندي ماء دافي باش غنجمع العجين ديالي. غنضيف تقريبا ربع كأس على الخميرة والسكر وغنحركها مزيان حتى كيتفاعلوا مع بعضهم. بعد ما تفاعلت لي الخميرة مع السكر غنضيف، خديت هنايا الدقيق، غنضيف الزعتر والملحة، غنحركهم شوية، غنزيد عليهم الخميرة وغنضيف كمية من الماء يكون دافي، غنضيفه بالتدريج حتى كنحصل على القوام المناسب ديال العجينة ديالي. بالنسبة للناس اللي كيكون عندهم تخوف من دقيق القمح الكامل كيخافوه، ما كاين بعد مرات الدقيق اللي ما كيكونش فيه الخيط يعني ما كيجيناش مزيان في العجينه، يمكن لهم يزيدوا معاه واحد الكاس ديال الدقيق الابيض. بعد ما جمعت العجينه كيف ما كتلاحظوا معايا فانا ما قصتهاش بيدي، غنضيف ربع كاس ديال زيت الزيتون. صافي وغنخلط العجينه مزيان حتى كتشرب ليا الزيت. ملاحظة أننا ضروري نخليو الزيت حتى لهاد المرحلة باش العجينة ديالنا كتجي رطبة وخفيفة ومهوية من الداخل. خديت هاد الإناء اللي دهنته من قبل بالقليل من الزيت وغنوضع فيه العجين ديالي حتى كيختامر ويتضاعف الحجم ديالو. بالنسبة للمدة اللي غنخلي فيها العجينة كتختامر فأنا غنخليها تقريبا ما بين ساعتين حتى لثلاثة سوايع، وكل ما خلينا العجينة ديالنا مدة أطول كل ما كتكون ناجحة. بعد ما خمرت لي العجينه وضاعف الحجم ديالها فهذا هو الشكل ديالها، كيف كتشوفوا معايا فهي خفيفه، ونقسمها غنحاول ندير قطع صغيره. كيف يمكن لكم تصاوبوا واحد البيتزا كبيره غنرش واحد شويه ديال الدقيق ونحطهم يرتاحوا، نزيد نصوب معكم الثانيه. صافي وغنستمر بنفس الطريقه تنكمل الكميه اللي عندي كامله. بعد ما كملتهم كاملين جبت الصينيه اللي غندخل الفران، فرشت فيها ورق الطبخ باش نقرص فيها اولا نبسط فيها البيتزا مباشره. غنبدا باول وحده، كنبقى نقرصها بهذا الشكل بحال اللي كنخرج منها الهواء اللي كيتكون فيها. غنحاول نخليها شويه طالعه من الجوانب حتى كنحصل على هذا الشكل اللي كتلاحظوا معايا. غنعاود معاكم وحده اخرى، غنرش القليل من دقيق القمح الكامل وغنحاول نقرصها بنفس الطريقه باش قرصت الخبيزه الاولى اولا البيتزا الاولى. كنبقى ندفع الجوانب باش كنخرج منها الهواء اللي في الوسط. في
العجينه كيف تبعته معايا خفيفه، يعني كتبسط بسرعه، يعني ما كتاخدش من مجهود، ما كتعذبناش. جبت الشوكه وغنتقب بها البيتزا ديالي على هذا الشكل. ونوضع واحد الملعقه من الصلصه ديال البيتزا، معلقه حتى معلقه ونص، ونحاول نوزعها مزيان على البيتزا، ونضع واحد كميه قليله من الفلافل. انا عندي هنايا الفلفل الاحمر والاحمر والاخضر والاصفر، انا قطعت قطع صغيره على هذا الشكل لان ولادي ما كيبغيوهاش ليا تكون باينه، تكون كبيره. يمكن لكم تقطعوها شرائح طويله او دوائر رقيقه. غنزيد كميه قليله من البصل، وكيف كتلاحظوا معايا في الفلفله والبصل فهي مازال خضره ما طيباش لانهم مازال غيطيبوا مع البيتزا. وغنوضع كميه من الفرماج او جبنه الموتزاريلا اللي متوفر عندنا. وغنزيد كميه قليله من القيمون او الكروفيت، ودائما الحشوه كتكون على حسب المتوفر وعلى حسب المتواجد عندنا. يمكن نعوضوها بالقليل من الكفته اللي شحرناها من قبل او الطون، ويمكن لينا نكتفي فقط في الخضر فهي كتجي لذيذه بزاف. غندهنها الجوانب بالقليل من الزيت، انا استعملت هنا زيت الزيتون، غرش عليهم شويه ديال الدقيق القمح الكامل. نزيد نصوب معاكم واحده اخرى. غنمشي بنفس الطريقه، غنوضع كميه من الصلصه ديال البيتزا، غنحاول نوزعها في الجوانب، غنمشي بنفس الطريقه مع ميني بيتزا صغيرين. ونضع كميه من الفلفله، غنمشي بنفس الطريقه باش صوبت البيتزا الاولى، غنزيد القليل من البصل، بالنسبه لهاد الميني بيتزا تا هما غنخدمهم بنفس الطريقه، ما فقط ما غنكثرش اليوم فيهم فلافل، راكي عارفين الوليدات ما كيبغيوهمش يكونوا كتار. غنزيد الفرماج، بالنسبه للفرماج فنستعملوا اي نوع متواجد عندنا، سواء الفرماج الاحمر او الجبنه ديال الموتزاريلا اللي موجود عندنا. غندهنها الجوانب حتى هي بالقليل من زيت الزيتون باش كيجيو ديك الجوانب محمرين، وغرش شويه ديال دقيق القمح الكامل. وكإضافه اختياريه فغنسمها بالقليل من الحبق او الريحان، فهو كيخلي البيتزا ديالنا تجي رائعه ولذيذه بزاف. ولما ما كانش متوفر يمكن لينا نعوضوه بالقليل من الزعتر، فانا غنستعملهم بجوج لان المذاق ديالهم كيتواتم مع البيتزا وكيزيدها للذوب لنا. وهذا هو الشكل النهائي ديال البيتزا ديالنا من بعد ما كنخرجها من الفران، فهي صراحه كتجي رائعه ولذيذه بزاف. شوفوها معايا كيف كتجي من الداخل، فهي كتجي خفيفه ومهويه ورطبه كيف ما كتلاحظوا معايا في الصوره. فاذا كنتم من عشاق البيتزا او بغيتوها بدقيق القمح الكامل فهذه هي الطريقة السهلة والسريعة وناجحة 100%. كنتمنى تنال الإعجاب ديالكم وتجربوها. فإذا كنتم مازال ما درتوش ليا لايك فما تنساونيش، ولا كنتم أول مرة كتشوفوا القناة وتكتشفوها فمرحبا بكم. كنتمنى تشتركوا وتفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بأي جديد. وما بقى لي إلا نخليكم في أمان الله، ونتلاقوا إن شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة.